تسببت موجة الغبار التي اجتاحت المنطقة الغربية صباح اليوم بتعليق الدراسة في منطقة مكة المكرمة ليوم الغد. واجتاحت موجة الغبار الأحياء الغربية من جدة وسط حالة استنفار لكل الجهات المعنية، بعد أن كان خبراء الأرصاد قد توقعوا تدني مدى الرؤية الأفقية إلى 500 متر على منطقة مكة المكرمة، حيث أعلنت إدارات التعليم والجامعات في المنطقة تعليق الدراسة. شهدت منطقة مكة المكرمة موجات غبار وأتربة مثارة وسرعة في الرياح تصل إلى 55 كيلومتر في الساعة، وتركزت في محافظة جدة ورابغ وخليص والكامل، وأيضا هناك استعدادات كبيرة من قبل الجهات المعنية للتعامل مع هذه الحالة التي بدأت منذ الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، إذ قامت الشؤون الصحية بمحافظة جدة برفع درجة التأهب في كافة المرافق الصحية للتعامل مع أي حالة طارئة لا سمح الله. فيما يتعلق بالمديرية العامة للدفاع المدني فقد أكدت لنا بأن كافة البلاغات التي تم التعامل معها هي بلاغات اعتيادية ولم تتعلق في الموجة أو أي حوادث متعلقة بهذه الحالة. فيما يتعلق بالحركة الملاحية في ميناء جدة الإسلامي فقد أوقفت منذ الساعة 11 صباحا بسبب سرعة الرياح التي بلغت 36 عقدة في الساعة. أما الحركة الجوية في مطار مركز الدولي بجدة فهي تسير بشكل طبيعي وفق الجدول، كما توقع مرصد جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أن تستمر هذه الحالة ليوم غدا الثلاثاء وبسرعة تصل إلى 55 كيلومتر في الساعة.